حي على الفلاح. صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء صفا صفا وجيء
يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله
اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها الأحبة، نقلنا لكم على الهواء مباشرة أذان وصلت العشاء من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة من جوار الكعبة المشرفة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال، إنه سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، لا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم إنا نسألك أن تصلح النية والذرية، وترزقنا الإنابة إليك يا سابغ النعم ويا دافع النقم. اللهم واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لطفك وعفوك، فأنت العزيز الحكيم. اللهم وعملنا بالفضل والجود والعفو الذي أنت أهله. اللهم أنت رب الإحسان والكرم. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، من المنافقين والكافرين والفجار.
أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا، إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين.